لعلك تحتاج إلى جهاز نقال جديد، لكنك مترددا بشأن الأسعار المرتفعة كما هو الحال في الأسواق، ولعلك تطمح إلى اقتناء جهاز تصوير متطور وبسعر مناسب، أو أنك بحاجة لتلفاز كبير بصورة نقية، لكن سعر كل منها أيضا حال دون تلبية رغباتك منذ زمن. فهل ستبقى رغباتك مرهونة بمقدراتك المادية إذن؟ ربما لا. ففي معرض أبوظبي للإلكترونيات ثمة حلول تتوفر للمستهلكين، كالاستفادة من العروض السخية والأسعار المخفضة على سلع منتقة. على المنتج الإلكتروني لا يبقى رهنا بالفئة الموسرة القادرة على ابتياعه، بل وسائر شرائح المستهلكين متواضعي الحال والأحوال. توقع من معرض أن تحصل عروض أكثر فيه وأجهزة أكثر وتكنولوجيا عالية، ونحن بنحب نستغل هالفرصة مشان نروج على المنتجات الجديدة خصوصا، ونحب نعمل عروض مشان ننشر هاي المنتجات بشكل أكبر. كل إشي موجود حاليا جديد في السوق أو تكنولوجيا جديدة موجودة عندنا، ممكن أي زبون أو أي مواطن عادي إنه يدخل هون يتعرف على التكنولوجيا هاي، أو إذا بحب مثلا يأخذ تريننج أو أي استفسار عنده على أي ملاحظة على سامسونج برودكت ممكن إحنا نجاوبه عليها. حين يصف أحدنا حجم أمر وتطوره مع الزمن يقول في السنوات الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، ولربما الأسابيع الأخيرة، عدا في وصف سوق العرض والطلب على الإلكترونيات والأجهزة التقنية الذكية. هذا السوق الذي يزداد الطلب فيه كل ساعة وكل لحظة، لا سيما في الأسواق ذات الطابع الاستهلاكي كما هو الحال في الخليج والشرق الأوسط، حيث إن لم يكن لكل جديد زبون فثمة من يطمح إلى شرائه وإن بعد زمن. معرض أبوظبي للإلكترونيات معرض تقاطعت فيه أهداف الشركات والمطورين مع المتابعين والزوار في الاطلاع على باقة متنوعة من أحدث صيحات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات من سائر أنحاء العالم، وذلك في ظل ما يشهده السوق الخليجي والعربي من طلب كبير على الأجهزة الإلكترونية. من أبوظبي لليوم الحرة، ربيع أبو حسن.